السلام عليكم. ديت مساهمه في جروب تعلم فنون الصيد في المسابقه. انا داخل مسابقه بالسمكه الصغيره اللي معايا دي. لا ما نعادل ابدا يعني. انت ما بتدخل معانا. انت انا مالي؟ طب لا انت ما بتدخل معانا. ادينا فرصه للناس تخش. دلوقتي الناس مش راضيه تخش، نعمل ايه يعني؟ اهو دخلنا احنا. ديك زعلانه وحردانه لجنه التحكيم نزلت هي تشوف الموضوع ده وقالوا ما في سمك. بيقولوا لك بيقولوا ما في سمك. ما في سمك. على البركه يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. يلا رجال احنا نزلنا نشجعكم اهو. وبعدين ده احنا بنديكم هدايا يعني تخيل انت بنشجعك انك تطلع سمكه، خد هديه يعني، مش ادفع حاجه يعني ولا حاجه. يلا ده تشجيع مني ليكم. احنا لسه اليوم طويل معاكم لحد الدنيا ما تضلم. السلام عليكم.